خلينا نقول بقى امبارح على شاشة كمان قناة الأهلي كان في حدث مهم جدا، أذيع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، وده استمرارا لتعاون قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات الأهلي، كان بث مشترك وتوج فريق شباب الأهلي الإماراتي بلقب كأس رئيس الإمارات للموسم الحالي 2020-2021، ده بعد فوزه في النهائي على نظيره النصر بهدفين لهدف خلال المباراة اللي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، حسم شباب الأهلي زي ما بنقول اللقب العاشر ليه في البطولة الغالية بعدما حسم في مواجهته أمام النصر بنتيجة 2-1. خلينا نروح نتابع كده أهداف المباراة. ضربة جزاء سددت قوية كحال الأولى في الشوط الأول، وبالتالي شباب الأهلي بضربتي جزاء، واحدة في الشوط الأول والثانية في الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني، يتقدم الآن، يكون هو الأقرب، يكون هو الأقرب، نعم يقترب شباب الأهلي، نعم النصر الذي بلغ وانتهت الأمور.